ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى Describe Azure Functions أو وظائف الأزور، مهمة جدا عندما نريد أن نقوم بتطبيق أحد الكود البرمجي، وعلى إذن بدون ضرورة التوفر على حواسيب أو كونتينر، وبالتالي نقوم بتطبيق الدالة وتطبيق الدالة التي تحتوي على كود برمجي في الغالب انطلاقا من بعض الأحداث أو الإيفنت أو حسب كل فترة زمنية، مثلا تايمرز إلى غير ذلك. إذن Azure Functions is an event driven ولا يعني تتصرف انطلاقا من بعض الأحداث event ولا serverless compute، يعني لا serverless معنى بدون وجود خادم أو بوجود حاسوب مؤجر ولا. إذن serverless compute option ولا that does not require maintaining virtual machines or containers. إذن لا require، يعني تحتاج أو لا تحتاج صيانة أو 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 كراء حاسوب إلى غير ذلك. ولا if you build an application using VMs or containers ولا these resources have to be running in order for your app to function. إذن يعني هذا الـ VM أحب الـ Virtual Machine سيكون فقط دورها تطبيق ما يوجد داخل الكود البرمجي لهذه الدول. With Azure Functions an event wakes the function alleviating the need، يعني هنا alleviating يعني لا نحتاج ولا نحتاج the need to keep resources provisioned when there are no events. إذن لا نحتاج لأي ريسورس عندما لا نريد أن نطبق تلك الدالة. إذن عندما تطبق تلك الدالة نقوم بجلب الماشين فيرتيال أو الكونتينرز لتطبيق هذه الدالة بدون الحاجة. وعلى إذن هنا سنمشي واحد بالكرام لـ Benefits of Azure Functions، بعض إيجابيات وإيجابيات دوال الأزور. Using Azure Functions يعني استعمال دوال الأزور is ideal، مثالية when you are only concerned about the code، عندما نكون فقط مهتمين بالكود البرمجي. Running وعلى about the code running your service and not about the underlying platform or infrastructure، لا يهمنا الانفراستركتور أو الحاسوب ومميزاته بقدر ما يهمنا أننا نريد تطبيق تلك الدول. إذن functions are commonly used when you need to perform work in response to an event. إذن قلت سيدي هي عبارة عن مثالي، إذن الدول هي مثالية جدا when you need to perform، عندما نريد القيام ببعض الأعمال perform work يعني القيام ببعض الأعمال انطلاقا تجاوبا مع بعض الاحداث. إذن often via REST request، إذن كاين بزاف ديال التيب ديال لي روكيت، روكيت ريسبونس REST اكسترا. هنا تايمر، يعني اش ما معنى تايمر؟ يعني كل برهامنا الوقت نريد ان نطبق كود برمجي، وبالتالي احسن شيء هو Azure Function لكي لا نقوم ب ازعاج انفسنا باستعمال ماشين فيرتوال او كونتينر. هنا or message from another Azure service، عندما يأتينا احد الاوامر من خدمات اخرى للازور. and when that work can be completed quickly within seconds or less، عندما يكون هذا العمل يطبق بسرعه ثواني او اقل. functions scale automatically based on demand so they may be a good choice when demand is variable. إذن عندما يكون عندك الطلب متغير أحسن شيء هو استعمال الدول التي من خلالها عملية سكال أو تمديد الخواص الخاصة بالرام بالذاكرة بالمعالج إلى غير ذلك. سيكون هذه الأشياء ستكون تلقائية لأن الدالة فقط
أهم شيء عندنا في الدالة أنها ستطبق. إذن سيقوم هو الأزور بجلب الموارد اللازمة لتطبيق هذه الدالة. فوالا أزور فانكشنز رانز يور كود، يعني تطبق الكود البرمجي ديالك وين إت إز تريجرد أند أوتوماتيكلي ديلوكيتد ريسورسز. تريجر بمعنى دي أن ديكلونشر، إت إز تريجرد يعني ديكلونشر، تاخذ واحد الأمر voilà and automatically they allocate resources when the function is finished. When the function is finished يعني عندما تنتهي هذه الدالة، الأزور سيقوم بتفريغ الرسورس، يعني هذه الرسورس التي يحتاجها الأزور لتطبيق الدالة سيقوم الأزور بترك هذه الرسورس، وبالتالي لن يكون هناك عندك ماشين فيرتويال تفوتر، ويكون هدفه فقط استقبال الدالة وتطبيقها. In this model you are only charged for the CPU time used while your function run. إذن سنقوم فقط بجلب المعالج لتطبيق هذه الدالة فقط، إن الفوترة ستكون فقط في تلك البرهة من الوقت الذي أعطانا الأزور معالج لتطبيق تلك الدالة. جميل جدا. Functions can be either stateless or stateful، يعني ذات حالة أو عديمة الحالة. إذن ذات stateless default، the default يعني الأصل هو لا توجد حالة لديها، تطبق فقط. أما stateful يعني ذات حالة، يعني تطبق انطلاقا من حالة قديمة. إذن a context is passed through the function to track prior activity. إذن هناك activity، نشاط، سنأخذ هذا النشاط ونقدمه كبارامتر لتلك تلك الدالة. إذن functions are a key component of serverless computing. Serverless computing يعني الحساب بدون توفر على حاسوب. جميل جدا. عندما نقول بدون توفر على حاسوب، لا يعني ذلك أن لا يوجد هناك حاسوب قام بتطبيق الدالة، ولكن فقط هناك داخل، يعني أن قمت بتطبيق الدالة داخل موارد الأزور، والأزور فقط قدم لك لحظيا معالج بروسيسور وذاكرات بالطبع، وقام بتطبيق تلك الدالة. وبالتالي هذا ما يسمى serverless computing. They are also a general compute platform for running any type of code. Running any type of code يعني سيقوم بتطبيق أي نوع من الكود. If the needs of the developer's app change, you can deploy the project in an environment that is not serverless. Voilà. This flexibility allows you to manage scaling, run on virtual network, and even completely isolate the functions. إذن هذا جميل جدا. سننتقل describe application hosting options. إذن سنقوم إن شاء الله ب دراسة هذه describe application hosting options في الفيديو المقبل إن شاء الله. شكرا على متابعتكم، وإلى اللقاء أحبائي الكرام.